السلام عليكم، أهلين فيكم في مراجعة جديدة، مراجعة ما تسمونها. التصوير كامل الفيديو هذا راح يكون بكاميرات الايفون 12 ميني. كمل معك مع التصوير من الكاميرا الأمامية. طبعاً ما صورت نفس التصوير اللي راح لحق الايفون اللي كنت غرنت الايفون 12 برو مع 11 برو ماكس، كان في مكان رايح هناك أجمل، لكن الحين دخلنا في الشتاء هنا والجو بارد، ف كان كل المكان ثلج هنا وحين ذاب الثلج هنا، لكن المكان اللي أروح فيه مكان القابة، يعني ما أقدر أوريكم كذا، لكن وراء الجبال هناك إلى الآن ثلج، فصعب إني أروح هناك، ما راح يكون شيء حلو أصلا، النهر كله مثلج وكل شيء مثلج. كمل معاكم هنا، أوكي؟ الكاميرا الأمامية الحين نحولها لكم الكاميرا الخلفية وأنتوا اللي تحكمون.
هذه كاميرا الالترا وايد. طبعا لا تتوقع انها راح تكون نفس جودة الايفون 11 او 11 برو او 11 برو ماكس، لا هنا افضل الجودة. راح نشوف معاكم في الاضاءة المنخفضة خشينا البيت نشوف الفرق بينهم. في تحديث صح، لكن الى الان بالنسبة لي ما اقدر استخدمها في البيت في الاضاءة المنخفضة اللي هي الالترا وايد. نشوف قدام في المستقبل هل راح تنزل كاميرا ممتازة في الالترا وايد في الايفون السنة القادمة السنة اللي بعدها نشوف. مكان الاختبار حقي كل مرة اختبر هنا الإضاءة المنخفضة. أتوقع هنا راح تشوفون الفرق. الكاميرا الأمامية ممتازة خصوصا في الإضاءة المنخفضة، ما توقعتها كذا. أوكي كاميرا ممتازة على الايفون. الإضاءة المنخفضة مثل ما قلت لكم إنه عندي الإنارة هنا جاية
مدى المكان. هنا تكون شوي ظلمة. شوف معاكم الكاميرا الخلفية. هنا الوايد العادية. طبعاً ما في أفضل من الوايد العادية في الإضاءة المنخفضة. هي أفضل شيء تكون. فمثل ما نشوف. وهنا الالترا وايد. هذه المشاكل بالنسبة لي في الإضاءة المنخفضة. الالترا وايد تكون نويز فيها كثير. مثل ما نشوف. اتوقع باين عندكم. ما ادري. انا اقول لكم اتوقع باين وانا ما ادري ايش اللي اشوفه الحين. الشاشة مش جاي. ما اقدر اشوفه الحين. المهم. كذا اتوقع ان فهمتوا كل شيء وعرفتوا كيف الكاميرات. كاميرات الايفون 12 و12 برو و12 برو ماكس. وبرضو ال 12 ميني العدسات حقتها والميزات. راح تكون افضل بكثير من جو اجهزه الايفون 11 11 برو 11 برو ماكس، خصوصا الدولبي فيجن اللي فيها، خصوصا الديب فيوجن برضو حق جميع الكاميرات، خصوصا العدسات برضو جديده. فاشياء كثيره مختلفه في الايفون الجديد. 12 ميني برضو في ميزات اكثر من 11 برو ماكس. السنه راحت 11 برو ماكس في الميزه اللي انا احتاجها هناك هي تلفوتو تقريب اللي هي 2X. هنا في سلسلة 12 تقدر تاخذ 12 برو فيها 2X او 12 برو ماكس في 2.5X 12 برو ماكس. وبرضه في ميزة مش موجودة على الأجهزة الثانية الا وهي او الاخوان الثانيين للتولفات في 12 برو ماكس في مانع الاهتزاز يكون في نفس السنسر. هنا لا، مانع اهتزاز عادي نفس اي جوال ثاني يكون على اللينز نفسها او العدسة نفسها. يلا نعطيكم فيديو هنا بالالترا وايد في البيت. إنارة واحدة هنا موجودة. انتوا اللي تحكمون وانتوا اللي تغرون في الإضاءة المنخفضة على الالترا وايد. انا بالنسبة لي افضل من السنوات اللي راحت، لكن ستيل يبي لها تحسين، ما نقدر نستخدمها الا في إضاءة عالية. فبس في نهاية الفيديو تنسون اشتراك بالقناة واشتراك بحسابي سناب شات. شرفت بوضعكم وعمل لايك للمقطع ونشر المقطع، ولا تنسوني من فضل دعاكم. والسلام عليكم.